نعم. شيخ جزاكم الله خير، يقول الله تبارك وتعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ويقول صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله تبارك وتعالى في آخر الحديث: وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله تعالى عنده حسنة كاملة. كيف نجمع بين الآية والحديث؟ نعم، الجمع بين الآية والحديث من وجهين أو من أحد وجهين. الوجه الأول أن قوله من يرد فيه بإلحاد بظلم يعني فيفعل، من يهم فيفعل، لقول الله تبارك وتعالى في سورة الأنعام وهي مكية: ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. ولم يقل ومن هم، قال من جاء بالسيئة، فيكون معنى من يرد فيه بإلحاد بظلم ويفعل، وعلى هذا فلا تعارض. الوجه الثاني أن يقال إن قوله ومن هم بالسيئة فلم يعملها كتبت حسنة، هذا في غير مكة، ويكون مكة مستثناة من ذلك، أي أنه يؤاخذ الإنسان فيها بالهم وغيرها لا يؤاخذ. ولكن هنا نسأل: إذا هم بالسيئة وتركها هل يؤجر على كل حال؟ لا، يؤجر إذا تركها لله. ولهذا جاء في تعليل هذا الحديث: فإنه إنما تركها من جرائي، أي من أجلي، لأن من هم بالسيئة ولم يعملها تختلف أحواله. إذا هم بالسيئة فتركها لله عز وجل فإنه يثاب، ولا سيما إذا كانت هذه السيئة تدعو إليها النفس دع شديدا فإنه يثاب أكثر. ولهذا جاء في الحديث أن من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ترك المعصية مع قدرته عليها خوفا من الله. الثاني أن يدع السيئة التي هم بها خجلا من الناس لا خوفا من الله، فهذا لا أجر له، بل قد يأثم على ذلك، لأن هذا ترك، يعني ترك المعصية عبادة، والعبادة لا تكون إلا لله. الثالث أن يدعها عجزا عنها، فهذا يعاقب على نيته السيئة ولا ينفعه عدم الفعل لأنه غير قادر. الرابع أن يدعها عجزا عنها مع فعل الوسائل التي توصل إليها، فهذا يكتب له أجر الفاعل، نعم، فهذا يكتب عليه وزر الفاعل، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل ما بال المقتول؟ قال: لأنه كان حريصا على قتل صاحبه. فتكون الآن ترك المعصية ينقسم إلى هذه الأقسام الأربعة: الأول، عليكم الجواب، أن يتركها خوفا من الله فهذا يؤجر، الثاني أن يتركها خوفا من الناس فهذا يأثم، الثالث أن يتركها عجزا دون أن يفعل الوسائل التي توصل إليها فهذا أيضا يأثم بالنية. الرابع أن يتركها عجزا مع فعل الوسائل التي توصل إليها لكن لا يتحقق مراده، فهذا يكتب عليه إثم الفاعل. أما من لم يهم بالسيئة ولم تطرأ له على بال فهذا ليس له إثم وليس له أجر. نعم.